بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا الت والد من الستوب كونسونت. اعتقد الموضوع يعني اصبح كلش سهل وما يحتاج شيء، يعني السؤالين الواضحات اللي قلنا عليهن، الفرق ما بين الت والد والتشابه ما بين الت والد، النوتس ذني مهمة، الرسم ايضا قلنا عليه مهم، ويعني امور واضحة ما بيها شيء. زين، بالنسبة للت والد، بالنسبة للتشابه والاختلاف، يعني طالما انت صارت عندكم الفكرة فما يحتاج، راح من نخلص الفصل سويت لكم جدول ان شاء الله، من نخلص الفصل انزل لكم اياه كامل، جدول كامل مال الت كل الاصوات والفرق ما بيناتهم والتشابه كله بالتفصيل يعني، تمام؟ وهنا تقريبا نفس اللي اخذناها الـ P والـ B نفس بالضبط، بس مكان الـ P راح تخلي T ومكان الـ B راح تخلي D نفس بالضبط يعني. فانت اصلا هي راح تظل يعني ما راح يكون الوضحات عندك، بس لما اخليها الجدول كل الاصوات راح تكون شوي اوضح وارتب بعد. زين، راح نجي هنا على هذا النوتس. The tip of the tongue is against the middle of the alveolar ridge. خلينا نشوف الرسم. إذن رأس اللسان وين يكون؟ متصل مباشرة بالالفير ريدج، بوسط الالفير ريدج. In the middle of the alveolar ridge. In the middle يعني أنها في وسط الالفير ريدج، في وسط الالفير ريدج. شوفها بالضبط هنا، مضبوط. زين، not two teeth and not near the heart palate. شوف شو يقول، لا هو بقرب الاسنان ولا هو بقرب الهارت بلد، يعني لا يكون بقرب الاسنان ولا يكون بقرب هنا، بوسطها بالضبط بالضبط يعني. لذلك انا اقول لكم رسم مهم. شوف ت ت ت توي ت، صح مضبوط. اول نقطة واضحة. ثاني نقطة، the soft palate is raised so the breath، سقف الحلق مرتفع، لذلك the breath cannot escape through the either the nose or the mouth. إذن شوف النقطة تقريبا الثانية أهم التشابهات، سقف الحلق مرتفع وبالتالي بأن النفس أو الهواء لا يستطيع أن يخرج من خلال لا الأنف ولا من خلال الفم، but it is trapped for a short time، ولكنه يحبس لوقت قصير. مضبوط، هذه النقطة الثانية. شوف هذه مرتفعه وبالتالي الهواء ما يقدر يخرج من خلال الانف، راح يمر من خلال الفم لكنه يحبس لفتره قصيره لانه بالبدايه راح يكون متوقف طالما انه الصوت الاصوات سمن ستوب كونسونت. ثالث نقطه، the side of the tongue are firmly against the side of the palate، يعني جوانب اللسان تكون يعني شو تكون شلون يعني ضد جوانب سقف الحلق، so that the breath cannot pass over the side of the tongue. ت يعني يقول اللسان، بهاي النقطة يقصد بيها، يقول لك يعني جوانب اللسان متصلة ويا سقف الحلق وبالتالي الهواء ما يقدر يمر منه ومنه. شايف من تقول ر، من أقول ر الهواء يمر من جوانب اللسان منه ومنه، بس من اقول ت ما يمر، يعني اكو انغلاق باللسان وسقف الحلق وبالتالي الهواء لا يستطيع ان يمر من جوانب الهواء من جوانب اللسان. ممكن يجيك سؤال يقول لك why the air cannot escape the breath cannot pass over the side of the tongue in t sound، راح تقول له the side of the tongue are firmly against the side of the palate. يعني هذه النقطة الثانية، ممكن يجيك عد يعني ذن الشرح وممكن يجيك تعليل واي. واخر نقطه، وين ذا تانج تيب از لاورد، عندما تنخفض راس، ينخفض راس اللسان بشكل مفاجئ من الـ من من فروم ذا تيث ريدج، عندما ينخفض راس اللسان ذا بريث، الهواء بريس اوت يعني يخرج مندفعا وذ سلايت اكسبلوجن، بانفجار خفيف. تمام، هذا بالنسبة للشرح. الرسم واضح، ما عندنا هنا غير عندنا ذني الترانسكريبشن، تو دو تن دن تم دم ت
tune, dune, tone, don, tie, die, town, down, twin, dwindle. Dwindle, dwindle. تمام؟ هذين مهمات. هنا اقول لك when p when t as p يعني حاله حال ال p t occurs between vowels t تصير بين العله the aspiration may be weak هنا الاسبريشن راح يكون ضعيف او يكاد ان يكون غائبا وهذا الموضوع قلنا شرحناه انه الكونسوننت السترونج كونسوننت تخلي الفاول قصير ايضا هاي النقطه مهمه وهنا هذه حاله حال الف احنا قلنا بتكه ذني البتكه الب والت والك راح يكون وراهن هو الاسبريشن راح يكون وراهن تمام فهذه النقطه ايضا خلينا نهتم عليها نركز عليها ايضا لان الرسم الصوتي مهم يعني كل المهمات زين ايش عندنا بعد عندنا الك والج الك والج مثل ما قلنا بالنسبة لنطق الأصوات بالنسبة للفرق والتشابه قلت لكم راح ينزل جدول أنزل لكم جدول على مود ما تدخلون ولا تخربطون تحفظون الجدول مرة واحدة وانتهت أول نقطة بالنسبة للك والج يقول لك the back of the tongue is in firm contact with the soft palate زين الك والج هو وين الك والج هذا الرسم مالتي أول نقطة يقول لك the back of the tongue نهاية اللسان باتصال مباشر مع الألفرج قلنا هذا شنو العفو هذا ألفرج هذا hard palate وهذا قلنا soft palate النقطة شو تقول هي خلينا نرجع النقطة هاي النقطة يقول لك the back of the tongue with the soft palate نهاية اللسان متصلة بشكل مباشر مع soft palate وعرفنا شنو السافت بالات هي هاي المنطقة اللي قلنا عليها نهاية سقف الحلق صح خلينا نجرب ك مضبوط the soft palate is raised الهواء أيضا يعني السافت بالات أيضا تكون هذه منطقة مرتفعة وبالتالي الهواء لا راح يخرج من خلال الفم ولا يخرج من خلال الأنف يحبس لفترة قصيرة for a short time when the tongue is lowered عندما ينخفض اللسان سد اللي بشكل مفاجئ from the soft palate من اللهات من هذه المنطقة the breath الهواء rushes out يخرج خارجا of the mouth من الفم with the slight explosion مع انفجار خفيف نفس الحالة تمام الفرق نفس الحالة مثل ما قلنا هذه نفس الحالة and to be sure it. هنا الرسم قلنا مهم and to be sure that voiceless period the aspiration comes before normal vowels each then نفس الحالة النقطة اللي قلت لكم عليها بالنسبة للبا والتا والك بتكا يعني هنا ذني ثلاثة ذني يعني الشورت vowel يعني يكاد ان يكون غائبين بالنسبة اذا وقع بين الفاولز شوف هنا يقول لك when k عندما ال k occurs يقع between vowels في العلة the aspiration may be weaker ال aspiration راح يكون كلش ضعيف أو يكاد أن يكون غائب هي هاي النقطة تمام زين ايش عندنا بعد عندنا أيضا ال ch وال j ch وال j زين ايش عندنا نقاط نعم هذه النقاط مالتنا اول نقطه عندنا the tongue tip touch the back part of the alveolar ridge تشي تشي يقول مقدمه اللسان هاي او راس اللسان يلامس المنطقه الجزء الخلفي من الالفر ريدج قلنا الالفر ريدج وين هذا وين ورا بصف الاسنان شوف صح مضبوط يعني اكو تلامس ما بين راس اللسان وما بين الالفر ريدج
And the soft pellet is raised. وسقف الحلق أيضا يكون مرتفع. So the prey is trapped for a short time. وبذلك يحبس الهواء لفترة قصيرة. إذا أكو منها تلامس، أكو من فوق هنا انغلاق، الهواء راح يتوقف هنا لفترة قصيرة، يحبس لفترة قصيرة، يعني هو راح يتوقف، لذلك احنا سميناها stop consonant. ثانيا the rest of the tongue in sh and j in position. البقية كحال الش والج في الفقر 15. هاي النقطة مو كلش يعني، بس انت طالما عندك امتحان فنكتبها، ما عندنا مشكلة. The tongue tip moves away from the alveolar ridge. رأس اللسان تبتعد بعيدا من الالفر ريدج بشكل خفيف، يعني شايف يعني اكو شلون الانزلاق، هذا المقصود بهذا اني اذن عملية النطق مهمة. زين بالنسبة للفرق قلت لكم يعني جدول ان شاء الله راح انزل لكم اياه كامل. زين شعدنا بعد، لان الامثله مهمه يعني لازم تحفظها، ماكو نقطه في نقطه مهمه يعني، بس عندنا هذا شويه يقول لك تشي ستيل سترونج اند فويسلس ان فاينل بوزيشن. في حتى التشي يقول لك حتى لو بالنهايه تكون شويه قويه وفويسلس، اند ات شورتنز ذا فاولز، وتخلي الفاول اللي يجي قبلها قصير. What she is weak. بالنسبة للطويل والضعيف ذني قلنا راح ناخذهم بالتفصيل جدول انزلكم اياها. اليوم انتهى الستابل كونسنت، المحاضرة القادمة راح ناخذ الليترال كونسنت، سوري النيزل كونسنت.